حميد بن مطر بن عمير الشامسي او بن عميره الشامسي. مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء على بركه الله وتوفيقه ينطلق الشوط الثاني عشر بتعداد اشواط هذه الفتره المسائيه بتواصل الشعارات ومنافسات شعارات ابناء القبائل وانطلاقات في مسافه الاربع كيلومترات. ننطلق مع ايضا منافسه ومع ايضا تقدم الاسماء وانطلاقه الشعارات مع المراكز المتقدمه. شعار البرنس من يتواجد على المركز الاول بتواجد مبعد، سالم بن محمد بن طالب بن عقيل المري مع المركز الاول ومع الصداره. المركز الثاني التواجد من قبل ثاني المراكز شديد لعيد بن عامر بن راشد المدهوش يقدم لنا شديد مع المركز الثاني. ثالث المراكز بهذه اللحظات يتواجد الريان محمد بن طينان بن عايض العذبه المري، والمركز الرابع وتابع تواجد متعب لحمد بن ناصر الزبداني المري مع المركز الرابع، والمركز الخامس وتابع تقدم خامس المراكز ووصول القوس لجاسم بن محمد بن علي الوهيبي. هذا هو النداء للاسماء الخمسه المتقدمه والمتواجده المتنافسه لمسيره هذا الشوط، ولكن لنا عوده الى الصداره، لنا عوده الى تواجد مبعد مع المركز الاول بدا ينطلق ويباعد المسافه مع اول المراكز يتواجد ويحمل شعار سالم بن محمد بن طالب بن عقيل المري. المركز الثاني تواجد شديد يصل بوقت الشده وينطلق مع المركز الثاني، تعود الملكيه لعيد بن عامر بن راشد المدهوشي، والمركز الثالث يتقدم بهذه اللحظات على ثالث المراكز القوس لجاسم بن محمد بن علي الوهيبي، ورابعا نتابع تقدم ووصول الاسماء وانطلاقه من يحمل الرقم 40 مكلف لسعيد بن حمد بن خويتم العامري، والمركز الرابع وتابع تقدم شهيد لحمد بن سعيد بن مكتوم الينيبي مع المركز الرابع، وخامس المراكز يتقدم بهذه اللحظات لافي لهزاع بن ناصر بن سرور الخيلي، هذا مع المركز الخامس. هذا هو النداء للاسماء الخمسه بنداء الثاني، وبعد ذلك نعود ونتحول الصداره لنوافيكم بالنداء الثالث مع تقدم مبعد من يتواجد على المركز الاول. وكلما عدت النداء ارى واتابع مبعد مع الصداره، ومع هذا التقدم الجميل منذ ان اطلق الستار واعطي هذا الشوط اشاره البدء، وايضا مبعد يتواجد مع المركز الاول يتربع على عرش هذا الشوط بالانطلاقه. يا هل ترى يواصل المسيره مبعد ام يكون هنالك راي اخر من الاسماء القادمه من السيل الجارف الذي نتابع بهذه اللحظات مع تقدم القوس مع المركز الثاني. جاسم بن محمد بن علي الوهيبي يقدم لنا القوس مع هذه الانطلاقة الجميلة مع هذا التواصل المميز، وهنالك المركز الثالث أحد الأسماء الواصلة والمنطلقة مع انطلاقة هذا الشعار من ينحجب رقمه من قبل القوس. المركز الرابع وتابع تواجد شديد عيد بن عامر بن راشد المدهوشي مع المركز الرابع، ومع أيضا الانطلاقة المميزة رباعية على الصدارة رباعية على المقدمة، ولكن أعود مع مبعد. أمتار قلة تفصل مبعد عن الناموس وعن السيارة نيسان بترول بيكب مع انطلاقة أيضا هذا الشوط. مبعد على المركز الأول، مبعد لسالم بن محمد بن عقيل المري يقدم لنا مبعد بعد الانطلاقة الأولى. ثاني المراكز توضحت أمور شهيد لحمد بن سعيد المكتوم بن هموش الينيبي مع المركز الثاني. ثالث المراكز تواجد وتقدم أيضا شعار جاسم بن محمد الويبي مع انطلاقة القوس، وأعود
ثلاث مع مبعد، مبعد على الصدارة، مبعد على المقدمة، وشاهين غادم، شاهين ومبعد، مبعد وشاهين، ما زالت أمور شاهين مستتمة بهذه اللحظات. انطلق شاهين، حلق بسماء وارضية ميدان الشحانية، انطلق مع الصدارة ليذهب بالسلام، ليذهب بالسلام لأبناء دورة الإمارات. مع انطلاقته أيضا شاهين حمد بن سعيد بن مكتوم، ألي نيبي ويسعد مساك يا حمد على فوز شاهين وعلى حصوله على المركز الأول، ومع أيضا انطلاقته إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس، وأيضا متوج بهذه الانطلاقة. المركز الثاني كان وصول من قبل قوس لجاسم بن محمد الوهيد المركز الثالث، مبعد يسار بن حمد بن عقيل المركز الرابع، كان الوصول من قبل هداد لخالد بن سعيد مسار بن ظفير العامر المركز الخامس، كان الوصول من قبل شديد لعيد من عامر بن راشد المدهوشي. مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، هذه انطلاقه هذا الشوط انقضت. نتابع ونعود بحضراتكم الى لحظه اعاده وملخص هذا الشوط الذي انقضى قبل قليل. نهني ونبارك لمالك شاهين، 5 دقائق 59 ثانية، 73 جزء الثانية، الثاني التبريكات للزفوة لمالك شاهين. حمد بن سعيد بن مكتوم بن هموش الجنيبي المركز الثاني، وصل القوس توقيته الزمني 6 دقائق ثانية 59 جزء من الثانية، الثاني التبريكات لمالك القوس. جاسم بن محمد بن علي الوهيبي المركز الثالث، وصل مبعد توقيته الزمني 6 دقائق، وايضا الثانية و83 جزء من الثانية، التهاني التبريكات نزفها لمالك مبعد سالم بن محمد بن طالب بن عقيل المري.